السلام عليكم حبوباتي، كي داير لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وهذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. كيف داتوا مع رمضان؟ مزيانين؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير نتوما والاسر ديالكم. معكم بايجه من قناه النصري برودكشن، القناه ديالكم اللي كانت من الله تعالى، كل المحتوى ديالها دائما كاين الاعجاب ديالكم. ما غتفوتنيش الفرصه نرحب بزاف بالناس والبنات اللي تزادوا عندي في القناه في هذا الشهر الفضيل. كنقول لكم شكرا، مرحبا وسهلا بكم. لاله يخطيكم. الناس اللي ما عمرها شافت القناه ديالي ما ترددش انها تشترك معايا، دير لي تعليق وتخلي لي واحد اللايك. انا ان شاء الله بغيت نوريكم بلي عندي العجينه اللي درت منها البسيطلات، بقات عندي واحد جوج كرات غادي هما ان شاء الله اللي غادي ندير في هاد الفطيره. اول حاجه ان شاء الله غادي ندوزو نقادو الحشوه ديالنا. حشوه كتجي زوينه بزاف وبنينه، غادي تجربوها ان شاء الله وغادي ترجعوا لي الخبر. هنا درت واحد شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال زيت المائده. عندي ثلاثه ديال البصلات هكا مقطعين رقاق. انا باش ما كنحط المقادير وانا كنقول لكم، عندي واحد الدرس ديال الثومه، ممكن انك ديري الثوم بودره حتى هي كتجي زوينه بزاف الحشوات. غادي ان شاء الله نحرك هكا تتنسجم الثومه مع البصله، وغادي نضيف هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفله الحمراء هي اللي كانت موجوده عندي، ممكن ديري اي لون عندك. غادي نحرك ان شاء الله وغنخليها تنزل شي شويه، وغادي هنايا ان شاء الله نضيف الكفته. هنا عندي الكفته ديال لادند، كتجي زوينه بزاف الحشوات، بزاف الناس ما كيزعموش عليها، ولكن بصح انا ما كنتش نديرها حتى انا، وملي وليت يعني كنديرها مره مره، كتجي لذيذه. غير خصها التوبل مزيان، خصها يدخلوها التوابل. كنحرك هكا وما بغيتهاش تحرك بزاف، بغيتها يبقاو فيها الطريفات هكا كبارين. هنا غادي نضيف واحد نص معلقه ديال التوابل ديال الحوت، شويه خرقوم، واحد نص معلقه ديال الكمون، كيخرج ديك الطيبه ديال الحوت وكتجي زوينه الكفته ديال لادند به، شويه ابزار وشويه ديال سكنجبير اولا زنجبيل، معلقه صغيره ديال التحميره من غير شوار. وغادي ان شاء الله نحرك على الحشوه. كما قلت لكم غنخلي الطريفات يكونوا كبارين شي شويه، ما بغيتش انا نفتتها بزاف، كتجي هكا باينه وكتجي زوينه. هاد الحشوه ان شاء الله غادي تشوفوها بلي لذيذه. كنضيف لها واحد الحبه ديال الطماطم، كتجي ولا اروع. انتما كتشوفوا الطريفات خليتهم قد هكا باش تيجيو باينين في الفطيره. لاني سامع الخبر عليك لوليف. هنا بعد ما طابت نص طيبه هكا الكفته والبصله والفلافل، غادي نضيف حبه ديال الطماطم اولا حبه ديال المطيشه، كتجي بهاد الحشوه معلكه وزوينه وعند فيها واحد اللذه ما نعاودش لكم. جربوها وغادي ان شاء الله تعرفوني علاش كندوي. غادي نحرك هكا، ومن بعد ملي هانتوما كتشوفوا طابت الكفته ووقفات الزويته ديالها، وهذيك المطيشه علكاتها وتتجي بنينه. هنا ان شاء الله غنضيف شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزيتون مقطع، انا ما بقاش عندي داك ديال الحشوات، درت غير هذا قديت به. واحد المعلقه كبيره ديال زيت الصوجا اولا سويا صوص، واخر مرحله اللي هي القزبر ومعدنوس اللي كيخرج ديك الطيبه كتكون زوينه في الحشوات. غادي نحرك ان شاء الله هكا على الحشوه. صافي هادشي اللي درت. الا بغيتي تعمري بها مسمنات هكا في الفران ولا فطائر صغيره، ممكن انك تضيفي لها غير الفيغميسيل، كتجي ولا اروع، ما غنعاودش لكم عليها، تجي زوينه بزاف بالفيغميسيل. انا اصلا كيف ما قلت لكم بقاو عندي واحد جوج كرات من العجينه ديال البساطل الصغيرين اللي درت معكم في القناه، وغادي ان شاء الله نوريكم على السريع واحد الكره كيفاش تنمددها. اما انا راه بقات عندي في الثلاجه، بيتها ما وقع ليها والو. هذه طريقه زوينه بصراحه، لا اول مره كنجربها. هنا عندي زبده ديال التوراق اللي ذوبتها، وعندي شويه ديال زيت باش غادي نمدد الكرات ديالي، وعندي خليط ديال دقيق الفرص والنشا كيعطي واحد التوراق ولا اروع. ان شاء الله غتشوفوا معايا لا فيديو غادي تفهموا ان شاء الله الطي اللي كندير لهاد الفطيره اولا البساط اللي كندرت معكم. ملي كنوصل لهاد المرحله لا بدا كنبدا نجبد هاد المستطيل، وكنبدا ندير طيات كثار، وكنفرق بين بالنشا وبالزبده،
وكيجيو واحد الطيات زوينين بزاف بحال العجينه المورقه. راكم شفتوا معايا في البساطل وان شاء الله غادي تشوفوا معايا في هذه الفطيره. كما قلت لكم بيتهم في الثلاجه من البارح، غير الثلاجه لتحت ماشي الفريغو، وهانتوما كتشوفوا درت لهم في الماليمونتير مزيان، وملي يعني جربتهم جاو زوينين بزاف. هنا عندي الخليط ديال النشا والدقيق، هكا غادي نطلق معكم ان شاء الله المسمن ديالي او العجينه ديال الفطيره. هذيك اللاطه هي اللي غندخل الفران ان شاء الله. فطيره عائليه ما فيهاش قوه قطع والوي وورق على السريع، يعني كنورق في مره وكنعمر في مره، كتجي سهله وعمليه. انا خديت المراقه الاولى اللي عندي وكنمددها على القياس ديال اللاطة اللي عندي، هكا ما تنمددش بزاف بزاف باش تيبقاو ليا دوك يعني التوريق، كيبقى ليا التوريق. وكنجيب اللاطة ديالي كنعبر عليها، وهكا ان شاء الله غادي نهزها بهذه الطريقه باش ما تقطعش معايا. هي اصلا سوب ما كتقطع ما والو، حيت واخا بيته في الثلاجه حيتاش فيها الزبده كانت طايعه مزيان. ارى من الفدا والشربه وسكون راويه وسخونه الى دخلت وسط القبه. كنحطها في الصينيه اللي كتدخل الفرن، وكنتخلص شويه من هذوك الجوانب اللي كيبقاو ليا شايطين على الصينيه. كما كتشوفوا معايا كنمددها حتى تاخذ الشكل ديال الصينيه ديال الفرن، وكنجيب ان شاء الله الحشوه ديالي اللي كما قلت لكم كتجي لذيذه بزاف وفي ساعه كتوجد، ويعني مقادير بسيطه ورخيصه. غادي نسرحها مزيان، وهنايا بغيت نشارك مع البنات الفرماج اللي كندير، حيتاش بزاف البنات سولوني كندير هذا موتزاريلا العاديه اللي كدير تقريبا واحد 45 درهم، وكندير هذا موتزاريلا مخلطه بالفرماج احمر، كيجي زوين هذا الخليط. كيدير واحد البنه في الحشوات وواحد يعني غادي تجربوه ان شاء الله. كما قلت لكم يعني هذاك الاحمر كيدير 50 درهم والموتزاريلا العاديه 45 درهم كيلو كيلو. انا حكيتهم وكنخلطهم كما هكا، غنديرهم على الحشوه. لا بدا الفرماج كيضيف واحد اللذه كما كتعرفوا الاولاد كيحماقوا عليه، ولكن لما كانش متوفر الحشوه الجيده. انا جاني شويه الفرماج خاص، غادي نزيد واحد شويه حيتاش بصح كتجي كيجيو الحشوات لذاد بالفرماج. انا غادي ناخذ المورقه اللي بقات عندي، لا بدا كنعاون بواحد شويه ديال النشا والدقيق كما قلت لكم، حيتاش كتكون بايته في الثلاجه كتطلق شي شويه، ولكن صراحه الله كانت مطيعه، يعني اول مره كنبيت العجين في الثلاجه. بالفلافل ويكونوا غادي ناخذو بهذه الطريقه، يعني سختو المبتدئه الطريقه زوينه انك تاخدي العجين ديالك بالمدلك هكا، وكما كتشوفوا ما كنخليهاش غليظه، كنحطها على الحشوه وعلى العجينه الاولى، وكنبقى هكا كنسد الجنيبات بيديا كنمدد حتى تاخد الفطيره الشكل ديال الصينيه ديال الفران. وهنايا غادي نجي نقطعها العبار اللي بغيتو، ليك الاختيار يعني اللي بغيتي غديريه، كنقطعها هكا على مستطيلات او لا مربعات اللي بغيتي، وكنعاود نقلب الصينيه باش تنضغط مزيان ونقطع. هنايا كنت تنقطع مزيان، ولكن هنايا غادي ندير غير رسومات هكا على الوجه ديال دوك المربعات باش تيجي الشكل زوين ديال الفطيره. انا ما تنقطعش ولكن غير كنبين ديك لاطراس وصافي. عندي واحد شويه ديال الفلفله حمراء، اي لون عندك ممكن تخدمي به، ولا ما بغيتيش الفلافل ممكن انك ديري الزيتون ولا ديري اللي بغيتي، الاختيار كيبقى لك ان شاء الله. ممكن ما ديري كاع والو، ديري في هذاك الوسط داك الراس ديال داك الزواقه ديري فيها شويه ديال الزنجلان ولا شويه ديال البافو اللي بغيتي. انا ما غندهنش الفطيره بالبيض، غندهنها بالخليط اللي شاط ليا ديال الزيت والزبده، وغادي ان شاء الله نسخن. دابا الفران راه كان تيسخن حتى ولا حامي مزيان، من بين الحاجات اللي كينجحوا لينا الفطائر المورقات ان الفران تيكون سخون مزيان. غادي ان شاء الله ندخلو، غادي نقص على 200 وغنخليها ان شاء الله طيب من الفوق ومن التحت حتى كتذهب وكتخرج على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا.
كان عندي بصح صداع في الكوزينه، ما كانش عندي ما كاينش كي ندير انني نوريكم الطريق ديالها والقرمشه ديالها اللي كتسمع دابا. غادي ان شاء الله تجربوها الطريقه وغادي ترجعوا عليا الخبر. وهذه كتكون ها نتوما كتشوفوا الوريقات ديالها، وحتى الحشوه كتجي زوينه بزاف. للتغيير نغيروا شويه من ديك لدند ولا الكفته العاديه ديال البقري. ها نتوما كتشوفوا معايا كتجي زوينه بزاف وكتجي مرقه، وكما قلت لكم فطيره سهله، كتعمري في دقه وكتطيبي في دقه وكتكون يعني سهله انك توجدي الفطيره ديالك. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تتردوش انكم تبارطاجيوه مع الاسره والاحباب. كانت معكم بهيجه من قناه إيناسيري برودكشن، والسلام عليكم. شاي نكتب العالم فوق جبين بنادم، ما يمحي وعدو ملا ما يمحي وعدو ملا. قول لذاك اللايم سلم تضحى سالم من طعن سيوف النيام من طعن سيوف النيام.